مين الصفقات متفائل بيها؟ هقول لك يعني حاجة. عندنا الزناري، عمر جابر، دونجا، زكريا الوردي، وناداي، وسامسون، هو شوف، انا متفائل جدا. وصبحي طبعا. انا متفائل بعمرو السيسي. هتفائل معاك؟ اتفائل معايا يعني. ماشي. شوف شوف، عايز اقول يعني لك. ده لا خبر لا، ولا مش ده، خبر. لا لا لا، ما فيش. ولا ده انا ما اعرف، تكهنات؟ انا زي تحسبها زي ما الناس. تحسبها. احسبها. لا، انا ما عنديش اخبار الحقيقه، ما عنديش اي معلومات. الناس اللي بتشوفنا هتلاقي كل السوشيال ميديا حالا استاذ علي بركة يصرح في برنامج اخبارنا. لا، انا هو برنامج اخبارنا. عايز لو في عنوان لهذه الحلقه يبقى من الذي يحمي ممدوح عباس؟ ماشي، ده بس عنوان اول ده عنوان. ورئيسي، منشط كبير في اول ده على 8 عمود. ده اول صفحة. ده 8 عمود. في الصفحة الثالثة بقى نحط كده خبر صغير. هو شوف، دي أمنية السيسي، أمنية عمرو السيسي، أمنية. انا حاسس لو هذا اللاعب تم انضمامه لنادي الزمالك، انا بعتقد ان هيبقى فريق الكوره مش محتاج حاجه خلاص. يعني كده كده يبقى محتاج التركيز تمام. بس. يعني هي بس ايه، تركيز وصبر من الجماهير. انا شايف الجماهير مستعجله. انتوا مستعجلين ليه؟ هو انا خسران؟ والله استاذ علي انا مش برضو خسران. خليني اقول حاجه مهمه جدا. خلاص، جماهير الزمالك ايوه ملايين ايوه في كل مكان. تمام يا فندم. ما ينفعش الم جماهير الزمالك في مجموعه معينه او في مكان معين. طبيعي انا في البيت، احنا اسره واحده، كلنا عندنا وجهات نظر مختلفه، تمام. فصعب يبقى كلنا نفس وجهه النظر. تمام. في مجموعه، تعال نقسم الجماهير لثلاث شرايح. تمام. في شريحه من الجماهير صغيره السن، واحنا كلنا واحنا صغيرين عندنا الحماس وعندنا طاقه وعايزين يلا بقى وفين وبتاع، في تسرع وفي سرعه. في زمن السرعه اللي احنا فيه ده بيعملوا كده، المعلومه بتبقى قدامهم، بيعملوا كده الاوردر اللي عايزينه بيجي، فمستعجلين. ده جيل هو ده زمنه فبيطلب بسرعه. في جيل الوسط، الجيل اللي كان موجود في مدرجات وكان زي دول صغير متسرع، بدا يهدى وينضج. وفي دي جيل ثالث، الجيل الكبير زي حضرتك ومشجعين الزمالك الكبار، دول بقى اللي قاعدين عارفين بقى عندهم ثقه. ففي مجموعه، هل هم غلط؟ هم خايفين على مصلحه النادي، كل الناس خايفه على مصلحه النادي، ولكن لازم ننصحهم. طب تسمح لي، النهارده كام؟ النهارده خلاص، النهارده سبعه. سبعه خلاص، يعتبر خلص. خلاص داخلين على 8 بعد كام ساعة. 8 و9 هما دول اليومين، لأن آخر يوم هيبقى 10. طب اصبر قليلا، يعني اللي خلاك صبرت ده كله صبرا قليلا. يعني على الأقل خالص لازم يكون في شكل من أشكال الـ 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 الهدوء النفسي. حتى كمان لو أنت راكب سيارة جنب سواق وقاعد تقول له امشي وبسرعة وبتاع حاجات زي كده، وأنت كده هيركن بتوتره. هيركن في الحتة كده دي بتوتره، طبعا واخد بال حضرتك. فيعني ينبغي بس إيه، إننا يعني نهدى شوية طبعا. كلام مهم جدا. لغايه الساعات الاخيره اللي جايه دي ما تتحسب. هو دي كلها احلام لنادي الزمالك، وخلينا نقولها بصيغه تانية، عشم كبير من جماهير نادي الزمالك في الاداره وفي امير وفي فريرة. عشم كبير. شوف، احنا عايزين كل اللعيبه، قول اللي انت عايزه، انا شايفهم عشم. قول كل حاجه، ولكن بدون ولكن دون هجوم. دون ودون تجاوز. يعني ما ينفعش مثلا اوصل لك حاجه، اللي يلاقي اداره قويه ومشرف عام قوي ومستشار كمان قال لهم احلموا، فهم الكلام ده خلى الشباب عايزين كريستيانو بالظبط، عايزين ميسي يجي بكره يمضي ونلعب الوينج التاني كذا ونجيب امبابي يلعب فرق. كلها احلام وكلها طموحات، وشفناها في ماتش منتخب الولد زملكاوي في ماتش منتخب مصر، رفع لفته بيقول كريستيانو نادي الملكي مستنيك في مصر. فهو كل واحد بيحلم وكلها عشم، والجماهير بتطلب من المستشار، وعارفين ان هو في مفاجآت جايه وان شاء الله كله خير، وهنعرف خلال اليومين الجايين دول. لا، وممكن الليله كمان يعني. النهارده المستشار موجود. المستشار الحقيقه حلقه النهارده انا متوقع لها يعني انه نسبه المشاهده فيها لن تقل باي حال من الاحوال عن 200 مليون. انا قاعد ممكن اقعد استناها اتفرج يعني عليها لايف من هنا. لا، وغير كده الاحداث اللي هتكون فيها هتكون يعني مثيره فوق ما تتخيل.